الو انا نازله اهو، وقابلك في شارع 10 زي ما اتفقنا. ماشي سلام. ناي نعم. انت كنت بتكلمي مين يا حبيبتي؟ انا كنت بكلم صاحبتي. صاحبتك مين؟ ما انا عندي اصحاب كتير بقى يا ماما. انا اقول لك مين ولا مين يا ماما؟ بس قوليلي. يعني ما ينفعش اعرفها؟ ما تيجيش تعرفيها بقى يا ماما. انت رايحه فين دلوقتي؟ انا رايحه الدرس بقى يا ماما. بصي انا عايزه فلوس الدرس يا ماما. ماشي خدي فلوس الدرس يا امنيه. ماشي شكرا. خدي بالك على نفسك. حاضر. ها حاضر. تمشيش في نص الشارع. ماشي حاضر. درس في شارع 10؟ ده درسها اصلا في شارع 3. ايه اللي موديها شارع 10؟ مالا بيتكلم بصوت واطي كده ليه؟ ومين صاحبتها دي؟ يا امنية لو كنتي بتعملي حاجة غلط. انا عارفة استني ده سن خطر. انا لازم امشي وراها واعرف هي بتعمل ايه بالظبط. مينفعش اسيبها. ايه يا امنية كل ده الخير برضو؟ انا بوقفة بقالي ربع ساعة مستنياكي. معلش يا مكة، اصل انا عايزة اقولك على حاجة. عقبال ما خدت من ماما فلوس الدرس 200 جنيه، بس اصلا في نص الدرس 150 جنيه. بس انا فاهمة ماما ليه 200 جنيه، عشان اخد 50 جنيه التانية اجر بيها هافر بورد معاك. ماشي يا ابني، وانا برضه معايا الفلوس. ماشي يا مكة يلا بينا. يلا. بس انا عايزة اقولك على حاجة. اتفضلي. المرة دي بقى انا اللي هاجر هافر بورد الكبير وانتي الصغير. خلاص ماشي يا ابني. ماشي يلا بينا. يلا. ترى يا امنيه رايحه فين ولا هتعملي ايه؟ انا خايفه عليك يا بنتي. يا رب سلم يا رب يا رب سلم. يلا عندي تاجير هافر بورد وموتوسيكلات وعجل. يلا عندي تاجير هافر بورد. اهلا. ازيك يا امنيه؟ عامله ايه؟ ازيك يا مكي حبيبتي؟ عاملين ايه يا بنات؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت انا عايزه اجر هافر بورد ساعه. ايوه ما انا عارفه طبعا، حفظتكم زي كل مره. ماشي اتفضلي. بس انا عايزه الباقي. خلاص ماشي يا حبيبتي، بس انا معيش فكه. ممكن وانتوا راجعين بقى تاخدوا الباقي؟ تمام ماشي. ماشي خليكي. هخلي بالي عليهم لحد ما ترجعوا حفظ زي كل مره. يلا يلا بينا. يلا يا مك. يلا بينا يا خلي يلا. بالكم من نفسكم. ها لو سمحتي. ايوه يا فندم. حضرتك عايزه عجله ولا هبر ولا ايه؟ لا امنية بنتي بتيجي تأجر من عندك هنا ايه ولا بتعمل ايه؟ هي امنية بنت حضرتك؟ ايوه ما شاء الله عليها ربنا يخليها لك. ايوه بتيجي كل 3 ايام كده تأجر الهافر بورد ساعة. كل 3 ايام بتأجر الهافر بورد؟ ثلاث ايام؟ كل 3 ايام. بتسيب حتى كتبها هنا عندي. يعني في ميعاد درس ساعة كل مرة تضحك عليا وتقول لي ان هي رايحة الدرس؟ في حاجة طب اقدر اساعدك فيها؟ طب في حاجة؟ لا ما فيش أي حاجة. طيب ماشي. شكرا. عفوا. اتفضلي اتفضلي. يلا تأجير هافر بورد وموتوسيكلات وعجل. البنات البنات ألطف الكائنات. أمنية ماما انزليلي. بتزوغي يا أمنية؟ انتي بتزوغي؟ ماما أنا آسفة يا ماما، انتي مش فاهمة حاجة أصلا. لا أحب أفهم والصراحة تتقلي. وبيجيب الفلوس دي منين؟ طب لو قلتلك مش هتضربيني؟ مش هضربك، قوليلي الصراحة. يا ماما سيبيني بقى. انا بصراحة مفهماكي ان فلوس الدرس يا ماما 200 جنيه، بس فلوس الدرس 150 جنيه، وال50 جنيه التانية دي يا ماما بروح بيها اجر هافر بورد كل 3 ايام لما اروح الدرس انا ومكة، وكمان درس الدراسات والانجليزي انا مش بروحهم يا ماما، انا بقعد العب انا ومكة وبس. انا اسفة يا ماما ما تزعليش مني والنبي. لما انت وانت صغيرة كده بتزوغي من الدرس وبتضحكي عليا، ما لما تكبري هتعملي ايه؟ طب ماما انا اسفه مش انا قصرت معاكي في ايه عشان تعملي فيا كده؟ اصل انا عايزه اقولك. هو انت لما بتقولي عايزه اجر حاجه ولا عايزه اتفسح بقولك لا؟ طب بص اسمعيني. طيب وانا اقول امنيه مستواها ضعيف في المواد ليه؟ ما انت بتزوغي اهو. ما انا اقولك انا عملت كده ليه؟ هي مكه هي السبب يا ماما. لا بصي يا بنتي ندى. لا اسكتي بس، انا هتكلم بقى يا ماما. هي قالت لي تعالي يا امنية نزوغوا مع بعض لما تروحي الدرس، بس انا قلت لها لا يا مكة ما ينفعش اعمل كده ورفضت يا ماما. بس هي قالت لي جربي بس مره واحده، لو عجبك الموضوع اعملي كده على طول. وانا بصراحه سمعت كلامها يعني وزوغت وعجبني الموضوع. انا اسفه يا ماما. انا عايزاكي بقى الكلام ده كله تحكي لابوك. احكي لبابا ايه يعني؟ احكي لبابا؟ لا مش احكي لبابا. وشوفي رد عليكي هيبقى عامل ازاي ولا عقابه ليكي هيبقى عامل ازاي. ونيابي لا بتنتنادى. لا كل
كل الامنيه اللي قلته لك دوت كدب. انا ما قلتش الامنيه كدب. طب بصي انا هقول لك امنيه قالت لي ايه. احنا اول ما طلعنا من الدرس راحت امنيه قايله لي ايه، ايه رايك يا مكه لو بعد كده نزوغه من الدرس ونروح ناجرها في البرج؟ قلت لها ليه يا امنيه؟ ازاي افرض لو مامتك ولا مامتي عرفوا؟ راحت قالت لي لا يا مكه عادي هيعرفوا من الانترنت. اقول لها لا. راحت قالت لي انت عارفه يا مكه لو انت ما زوغتيش معايا اكنك مركز صاحبه اسمها امنيه واول واخر ما تتكلمي معايا. لا 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 كده انا بنتي وحشه وانا مش عايزاكي تصاحبيها تاني. عارفه لو لقيتك بتكلميها بس انا هعمل ايه يا مكه؟ انا هروح اقول لامك اللي انت بتزوغي. لا والنبي والنبي يا مكه. والله اقول لك حاجه يا مكه، تعالي معايا انا هقول لامك. طب والله العظيم يا كدابه، والله العظيم كدابه. انا مش عايز اسمع صوت، انا مش عايز اسمع صوت. تعالوا معايا تودوا الهافر بورد ده لمكانه وبعد كده اطلع بيكي على مامتك. لازم اقول لها. طب والنبي ما تقولي لبابا يا ماما عشان خاطري. والنبي والله لو انت خايفه وعارفه ان انت ما بتعمليش غلط يا امنيه ما حدش قال لك كنت تعملي. خايفه من ايه وبتعيطي ليه دلوقتي؟ انت اللي عملتي الغلط، استحملي يا حبيبتي. انا يلا لمولي الهافر بوردات دي. يلا قدامي. حاضر انا اسفه. طيب يلا يلا قدامي. ايه العريس الحلو ده؟ ايه العريس القمر دي؟ احلى عريس. اتفضلوا. ماما في ايه؟ ايه ده يا ماما؟ هي مين اللي ماسكه ايد بابا دي؟ ايه ده؟ صباح الفل. طيب 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 احلى واكبر واحد في العماره الباشا. هو اهو. مين دي؟ والبوابه عمال يهيصلهم كده ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. طب هنعمله ايه؟ طيب استني. واللي يشرف احلى عريس. هم طلعوا تاني سألوا البواب بيعملوا ايه دول. طب يلا بينا. طيب لو سمحت لو سمحت كان في استاذ هنا دلوقتي وقفوا معاه واحده. مين دول وطلعوا هنا يعملوا ايه؟ وانتوا كنتوا بتهيصوا ليه؟ اقول لك على حاجه، دي اسرار عماره وامانه وانا ما ينفعش اتكلم خالص. ماشي ما ينفعش افتح بقي. قول لي كمان خد دي وقول لي مين ده ومين اللي كان معاه وانت بتهيص ليهم كده. يا باشمهندس محمد. ايوه العريس الجديد ده اطيب واحد في العماره. انت راجل محترم. انت قلت ايه؟ عريس جديد؟ ايوه في اول دور هنا. جوزي اتجوز عليا؟ يعني ايه؟ هو انا لبستي ايه فسخه دلوقتي؟ انت تزوغي من الدروس ومحمد ابوكي يتجوز عليا؟ انا فين؟ انا فين؟ حد يفهمني. تعملي ايه طيب يا ماما؟ تعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هطلع له، هطلع ابارك له يا حبيبتي. انت قلت لي فين؟ الدور الاول. انه شقه على مين السلم؟ مش والله انا سيئه. وسط الدنيا ولا اتجوز عليا ليه وانا وحشه ولا ايه؟ اتجوز عليا ليه وانا وحشه ولا ايه؟ اتجوز عليا ليه انا وحشه ولا ايه؟ مين لو سمحتي اندهيلي محمد من جوه. محمد؟ لو سمحتي. مين حضرتك يعني؟ اندهيله هو هيعرف. ميدو حبيبي. ايه يا ندى؟ كلم في واحدة عاوزاك. مين اللي عايزاني؟ مش عارف. انا بابا. يا ميدو اللي عايزاك. يا بابا قول لي يا ماما انت ليه اتجوزت على ماما؟ فهمني. طب ماما عملت لك ايه؟ على فكرة بقى انا مش هكلمك تاني يا بابا. تعرفت المكان هنا ازاي؟ اتجوزت عليا يا محمد؟ ليه قصرت معاك في ايه؟ شفت مني ايه وحش؟ انا وحشة في ايه عشان تتجوز عليا؟ هي دي مراتك؟ وهي دي اللي اتجوز دي؟ مالها دي يا حبيبتي؟ مالها دي؟ انا مش هرد عليكي. عارفه ليه؟ عشان انت مالكيش ذنب. بس المفروض يعني لما تلاقي واحد متجوز وعنده بنت ما تلفيش عليه، روحي اتجوزي واحد فاضي. وانا اللي كنت جايه اشتكي لك النهارده من بنتك امنيه واقول لك ان امنيه بتزوغ من الدرس بتاعها وبتروح تلعب في الشارع، الاقيك انت متجوز عليا انت كمان؟ انا ايه؟ هو في حياتكو مش موجوده للدرجه دي؟ انت فاهمه غلط. لا ده جواز مصلحه. مصلحه إيه؟ فاهمه غلط. وجواز ايه اللي مصلحه محمد؟ استني بس استني بس. بص يا محمد انت طالما اتجوزت دي حلال عليك، ربنا يخليكوا لبعض، بس مش عايزه اشوف وشك تاني عندي في البيت. وانا مش هكلمك تاني، انا زعلانه منك قوي يا بابا. خليني بس بقى اهتم ببنتي واشوفها بتعمل ايه واشوف مصلحتها، ومش عايزه اشوفك تاني خالص. ما تشغلش بالي خلاص. اسمعي الكلام. انا مش عايزه اعيش معاك تاني خلاص. فضلي معايا امنيه. طب سامحيني بس. مش عايزه افهم حاجه.
بقول لك ايه؟ ادخلي انت جوه دلوقتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسكتي خالص، اوعي. ماما انا مش عايزاكي تزعلي، والنبي ما تعيطش، والنبي يا ماما انا اسفه والله ما اعمل كده تاني. ازعل منك ولا ازعل من ابوكي اللي اتجوز عليا وبنتي اللي بتزوق؟ قولي لي اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا زعلانه منك قوي يا امنيه، ما كنتش اتوقع منك كده ابدا، ولا انت ولا ابوكي. انا اسفه يا ماما، والنبي ما تزعلي مني، والنبي يا ماما. ماشي يا امنيه، ماشي ماشي يا امنيه.